اخر حاجه هقف معاكم النهارده هنتكلم عنها في كلام عبد الفتاح السيسي حاجه مضحكه ما ينفعش ما نعلقش عليها عموما من غير ما اطول عليكم. اهي ورونا كده السيسي: جميع الاصوات الجاده مسموعه لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل. تمام تمام. انا طبعا مش هدخل في نيه السيسي ولا هفسر يعني ايه جاده ولا يقصد ايه بمصلحة الوطن ولا يقصد ايه بمستقبل الوطن. انتوا طبعا عارفين وفاهمين وخبزين السيسي ده وعجنينه يعني. لكن السؤال: هل فعلا السيسي بيسمع الاصوات الجادة؟ هل السيسي بيسمع او بيسمح باي صوت اصلا؟ عندي خبر كده، تعال شوفه عشان تعرف الصور او الاصوات الجادة اللي السيسي عايزها دي هي مين. ورينا الخبر: اعتقال فتاة في السويس ليه؟ رفعت لافتة مصر منورة بأهلها وإسرائيل بغير. الصورة اللي قدامنا دي لفتاة مصرية، بنت مصرية من محافظة السويس، وقفت قدام المحافظة شايلة اليافطة دي، ما قالتش أي حاجة تانية خالص، وقفت كده مكتوب عليها مصر منورة بأهلها وإسرائيل منورة بغزنا. لا تظهرت لا مولوتوف لا ضربت لا شيء، بس كده. فالامن عمل ايه؟ راح خدها. السويس متعوده على كده، والسويس مغضوب عليها من ايام عبد الناصر عشان فيها ناس احرار. بنت رفعت لوحه كتبت عليها كلمتين اتقالوا في فيلم عايز حقي بتاع هاني رمزي. هاني رمزي اللي ما هاجرش كندا ولا حاجه وكان مختفي في الساحل الشمالي. ما علينا. البنت كتبت زي ما قلت لك: اسرائيل منوره بغزنا ومصر منوره باهلها. اعتقلوها. وبعد ما اعتقلوها طالع التنح بكل بجاحة بيقول لك احنا بنسمع الاصوات الجادة. طب هي البنت دي اجرمت؟ هل اضرت بالامن القومي لمصر؟ مسكينة، انا شايفها بنت وطنية بس معلوماتها قديمة، هي لسه مفكرة ان احنا بنصدر الغاز لاسرائيل. لا 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 لا، معلوماتك قديمة، ما تعرفش اننا رسمنا الحدود وفرطنا في غزنا لصالح اسرائيل ولصالح اليونان وبقينا احنا اللي بنستورد منهم. لكن برضو لسه من حقها تعبر يا سيسي، وانت كذاب وما بتسمحش بأي صوت.